اسمي إيمان سعيد أحمد، وظيفتي هنا أخصائية اجتماعية مع طفل الشارع. الشباب اللي موجودة معايا هما طلبة خدمة اجتماعية، منهم أولاد بنين وبنات، جايين نعرفهم الشغل العملي غير الشغل النظري اللي خدوه في الكلية. ده تدريب عملي ليهم إزاي يتعاملوا مع الطفل وإزاي ينظموا حفلات وندوات ومؤتمرات. بيشاركوا معانا في كل ده وبنعاملهم كفعلا أخصائيين معانا عاملين وموظفين. انا اسمي ياسمينة فوزي، واحنا هنا جايين عشان خاطر النهارده يوم دوري اطفال بلدنا، دوري لعيبه بلدنا. احنا جايين هنا متطوعين خدمه اجتماعيه عشان خاطر نبقى لجنه التنظيم، نستقبل الوزيره ونساعد في تنظيم الاطفال. اسمي مي فخر عبد اللطيف، في خدمه اجتماعيه، كليه خدمه اجتماعيه. جايه هنا بنظم حفل للوزيره، وزاره التضامن الاجتماعي، استقبال وضيافه وكمان للفريق بتاعي اللي هو بيلعب حاليا. عماد محمد ابراهيم، اخصائي اجتماعي بحجز الاحداث بجمعيه الحريه. محمد محمود، محمد محمود، سن 16 سنه، مقيم في جمعيه الحريه. طبعا انا بارك لهم لان بذلوا مجهود، والفريق بتاعنا هو اهدر فرص كتير قوي قوي واترخى قوي، يعني احنا اللي ادينا لهم الفوز بصراحه. يعني اقول له الف مبروك ليك، وان شاء الله نتقابل مره ثانيه وان شاء الله هنكسبهم ان شاء الله. الحمد لله، يلا يا جدعان كلنا مع بعض. مصر 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 مصر.